مش بس لارا ما قدرت تشارك بالانتخابات لأن عمرها أقل من 21 سنة، بس كمان في فئات تانية مثل العسكر وغيرهم. نهار الانتخابات هو كان أسوأ نهار بالنسبة لكتير أشخاص منا، وأنا مثلاً مفترض انتخب بالطابق الثاني يلي ما في أسانسور وفي دراج، يعني حسب تقرير وزارة الداخلية في 4000 شخص معوق تم حملهم من قبل الدفاع المدني يوم الانتخابات، وشفنا كتير بالإعلام صور مهينة ومؤلمة. إذا بدنا نستند لقانون الانتخابات وللمرسوم اللي صدر بال2009 لمواصفات مراكز الاقتراع، يعني بس في 6 أماكن من كل مراكز الانتخابات بلبنان طابقت عليها المواصفات الستة. ومثل ما شفنا، غير إنه مراكز وأقلام الاقتراع بأغلب الحالات غير مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، بينضاف إلى إنه مراكز الاقتراع بكتير من الأوقات بعيدة عن مراكز السكن، وهيدا ممكن يساهم بإنه الناخبين ما يقترعوا. كمان بحال قرروا يقترعوا، ممكن هالشي يزيد من احتمال الضغط عليهم من العائلة أو الحزب المسيطر على المنطقة، وبالتالي حرمان قسم كبير من حق الاقتراع بيساهم بإضعاف القيمة التمثيلية للنواب.